السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بطلاب الشهادة الثانوية. طبعا كلنا النهاردة سمعنا خبر قرار الوزير بتأجيل الامتحانات لمدة أسبوعين. يعني الامتحان بقى 21/6. طبعا أنا عارف القرار دوت، طبعا كانت له ردود فعل مختلفة ومتباينة بين الطلاب، فطبعا منهم الطائفة الأولى من الطلاب طبعا اللي اتهدت طبعا بالصدمة، وكانت صدمة بالنسبة لهم كبيرة جدا وبالنسبة لنا برضه صراحة، يعني اللي ما كنتش مع موضوع التأجيل ده نهائي. المهم هم أسبوعين مش كتير يعني، بس التأجيل ده طبعا صدم طلبه كتير جدا، بالذات الطلبه اللي كانت طول السنه وتعبت، لانها سنه شاقه بالنسبه لهم، كانوا عايزين ينتهوا منها باي ايه طبعا باسرع قدر ممكن بالنسبه لهم، عشان القلق اللي هم فيه والهام طبعا المراجعه والكلام ده كله. فطبعا الطلبه دي اتصدمت لانها تعبت طول السنه وعانت و10 شهور مذاكره واجتهاد، فربنا ان شاء الله هيبقى معاهم مش هتاع تعبهم ابدا ان شاء الله، وان شاء الله هيحقق اللي هم عايزينه. وطبعا يا جماعه الاسبوعين دول بالنسبه يعني اسبوعين تاجيل طلبه تانيين طبعا قبل طبعا مش فارق معاهم اي حاجه، ولو عارف تاجيل يعني ايه ولا ليه مع هيصل، عايز بس كاتب على الفيس ايه مع التاجيل، مع التاجيل الصحه اهم، الصحه اهم، الصحه اهم من ايه من التعليم، الصحه ما اعرفش ايه، هو طول اليوم في الشوارع بره. فطبعا ده صنف من الطلبه مش ناوي حاجه ولا مذاكر ولا عارف اي حاجه. فطبعا هم اسبوعين هنشوف هو ايه هيفوق ولا لا. المهم الطلبه اللي يهمنا طبعا جزء من الطلبه اللي بتتعب، وطبعا الاهالي تعبانه معاها طول السنه، وفي اجتهاد وفي دروس طبعا وفي مربطه طول السنه لهم ومشقه بالنسبه لهم والاسره، وعايزين ينتهوا من المشقه دي، فان شاء الله الاسبوعين دول فرصه لهم. طبعا دلوقتي بعد ما صار لكم حاجه بسيطه عشان يبقى الناس عندها ثقه كده، ومفيش اي تشاؤم ومفيش اي حاجه ولا فيش اي حاجه، فرصه ليك 5 ايام من الاسبوعين دول اللي هم مطبقين في شهر رمضان، فرصه ليك ان انت تشوف الشعائر شهر رمضان المفضله عندنا، صلاه التهجد، قراءه القران، فرصه بقى ليك، فرصه ال5 ايام دول تلحق نفسك فيهم، هتستغلهم في حاجه زي دي، وبرضه مع قدر بسيط كده من المذاكره بالنسبه لنا، يعني مع قدر بسيط كده من المذاكره برضه ما فيش مشكله، يعني تستغلهم بقى في التهجد وقراءه القران، وان شاء الله يوم العيد تقضيه كله مع الاسره، ما فيش مذاكره نهائي، ما فيش فتح في كتاب، يوم كامل اول في استرخاء بالنسبه لك. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين بقى بدون عيد الفطر المبارك، وان شاء الله نبقى في خير، وربنا يزيل علينا هذا الوباء وهذا الغم، وان شاء الله ما تتضايقوش من الخبر دوت، ومفيش اي مشكله، واصبروا يعني ان شاء الله خير بالنسبه لكم وفي النتيجه، وهتحققوا اللي انتم عايزينه. حاجه ثانيه فرصه برضه بالنسبه لك الاسبوعين دول، لو في اي حاجه سقط منك في ماده معينه، ما لحقتش تلم باب معين في الفيزياء، درس معين، مفيش اي مشكله، اسال نفسي برضه زي ما قلنا يا جماعه ان شاء الله دي فرصه بالنسبه لكم، مفيش اي مشكله الناس تلم فيها اللي هي تقدر عليه، مفيش اي مشكله. وبالنسبه للطلبه اللي طلبه بالتاكيد هي فرصه بالنسبه لهم برضو، يعني يلموا اللي هم عايزينه او غيره، وطبعا يعني الاسبوعين مش كتير ان شاء الله، مفيش اي مشكله، الناس تبقى عندها ثقه بنفسها طبعا، وثقه بمذاكرتها ان شاء الله، وثقه الاول بربنا اللي هو ان شاء الله مش هدعك تعبهم دوت، وان شاء الله هيجيبوا اللي هم عايزينه. بس بالنسبه بقى الفيديو عشان في مشكله، يعني ان شاء الله احنا نرتب مراجعتنا للمراجعه اللي هي اللغه الانجليزيه، هنبدا طبعا امتحانات الورك بوك اهوت بدأ دلوقتي هنبدا فيها، ومع مراجعات النوم كمان ان شاء الله، يعني مع بعض النماذج اللي هي تكمله بوكلت السنيور وبعض الامتحانات الثانيه اللي معانا. فطبعا انا شرحت نماذج الامتحانات بتاعت السنه اللي فاتت التجريبيه، كانوا مذيعين ممتازين جدا، الناس تتفرج عليهم ممتازين جدا بتوع السنه اللي فاتت، احسن من بتوع السنه دي، وبرضه هحل بتوع السنه دي، يعني كده كده برضه قريب قوي هحل بتوع السنه دي يعني. بس انا بنهي الفيديو دوت يعني، بس من فقرته، وعايزين بس نهني الناس برضه على عيد الفطر المبارك، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يبقى يوم سعيد عليكم، وكل يقضيه في الفرح طبعا، وما يقضيش طبعا في المذاكره ولا غيره، بيبقى يوم استرخاء بالنسبه لك، ومطلوب فيه طبعا ان انت تفرح في اليوم دوت، لان ده طبعا من عادات المسلمين والشعائر بتاعتنا، اللي احنا طبعا نفرح في اليوم دوت كلنا، فربنا مع الجميع. فان شاء الله هاجي في اخر الفيديو دوت سؤالين بس كنا سايبينهم في الفصل الخامس قدامكم اهوت. Do you think the Marshall had an idea؟ هل تعتقد المارشال كان عنده فكره about Michael's ambition؟ السؤالين دلوقتي يا جماعه كنا سايبينهم في نهايه الفيديو بتاع الفصل الخامس، قلنا اسئله متفقين يفكروا فيها اجابتها في النص. هل تعتقد مارشال ساكيشي كان عنده فكره بخصوص طموح مايكل؟ يعني كان عارف ان مايكل عايز يبقى ملك وعايز يتخلص من اخوه عشان يبقى ملك مكانه؟ هتقول ايه طبعا. ايه اللي عرفك يا استاذ؟ هتقول في اخر الفصل هناك لما قرات انت اخر مقطع في الفصل كان كاتب فيها ايه؟ وزنت سربرايزنج. قال لك مارشال وزنت سربرايزنج. ما كانش مندهش. ويرنا ساندر اسكت هيم طلب منه تو جارد الاساس بلافني اند بروتكت هير فروم مايكلز امبيشن. هي وزنت سربرايزنج. ما كانش مندهش. فمعناه اللي هو كان على درايه يعني.
ده بالنسبه للمشاكل انا عارف عن خطه مايكل. السؤال الثاني، لاساندر سبيس نوت اوت اجريز تو اند داز وات سارت ثينك از رايت. لاساندر بالنسبه اللي كان سارت بيقوله له كان بيعتقد ان هو صح كان بيفعله بنسبه ايه؟ نيفر مفيش خالص، ريرلي نادرا، اولموست دائما 100%، يوجوالي عاده 2% او 70%. شوف بقى ليه؟ نيفر وريرلي غلط، هو كده كده كان برضه بيعمل سارت بيطلب منه بس مش دائما، هتبقى يوجوالي عاده مش في كل مواقف. بدليل هو دخل اولد بارك، بدليل طبعا ان هو قال في الفصل الخامس قال سب ووز بيجيننج تو اندرستاند، بدا يفهم وين هي كود تيل مي وات تو دو اند وين هي كود، وقت يقول لي انا اعمل ايه وقت ما يقدرش يقول لي انا اعمل ايه. ده بقى كان سؤالين سابينهم في الفصل الخامس متفوقين اجيبناهم لك عمر، وان شاء الله ربنا مع الجميع الناس اللي عندها صبر ويبقى في دافع ان شاء الله في ماده اللغه العربيه وبعدها الانجليزي للامام ان شاء الله، وتحصلوا اللي عايزينه. ربنا مع الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنة وانتم طيبين.